إلينا حس مساء الخير، أهلا فيك. طبعا الحلقة الماضية الوقت دهمنا، بهالحلقة رح ناخد كمان وقتنا معك لنقدر نوصل لنتيجة. أنت اليوم قدام كمان قرار آخر ممكن يصدر عليك أو صدر حكم بالسجن بنتيجة اتهامك المباشر بهذه القضية اللي اعتبرت التجار بالبشر، تسهيل دعارة وأمور من هذا النوع. ولكن ما لفتنا هو ما عنونت جريدة الديار حين قالت زلزال سيحصل إذا كشفت الصحافة الفرنسية أسماء 40 أو 50 شخصية لبنانية في الدعارة. 6 شخصيات سافرت إلى باريس وطلبت من وسائل الإعلام عدم نشر الخبر مقابل مبالغ تصل إلى ملايين اليورو. هيدا ما نشرته الديار بناء على معلومات موثقة لديها، ولكن معلومات موثقة لدينا بتقول أنه إيلي نحاس سيحمي هؤلاء ولن يكشف أسماءهم لو شو ما كان، يعني لأنه الثمن مقبوض سلف بهذا الموضوع. يعني بدي أقول لك صراحة، الديار كل شيء كتبت ما في شيء منه مظبوط. يعني الديار مش أقوى من أقوى مجلة لبنانية، يا أقوى جريدة تقدر تحصل هيك معلومات. يعني هيك معلومات بيكون كتير شركات صحفية قدرت توصلت للخبر. نعم. خبر كاذب 100%. يعني دعان الحبر اللي فيه، بس بحب لك هالشيء، ما في ولا سياسي لبناني. نعم. ما فيش حدا لبناني بالموضوع كله، بس اذا بده يبيع. كيف ما في حدا لبناني؟ ما في حدا سياسيين، ما في حدا لبنانيين، ما في حدا. في ملكة جمال لبنانية، وفي عرضتين ازياء. ورجال اعمال لبنانيين؟ ما فيش رجال اعمال. معتصم الزافي ما له اي علاقه باللبنانيه، ما له اي علاقه. مش قصه معتصم بس، بقصص اخرى، بحفلات اخرى. لا. بتنظيمات اخرى. لا ما في اي شيء. ما كان لك علاقات مع رجال اعمال لبنانيين ومع سياسيين لبنانيين؟ بمجال شغلي انا كنت اشتغل اعلانات. انا مجال شغلي. يعني انت عندك شركه بهذا الموضوع؟ عندي شركه بنظم مهرجانات جمال، عندي كثير شغل معلنين، بس باوروبا ما اوروبا وبلبنان ما لي اي تعاطي معهم ابدا. برجع بقول لك، دعان الحبر الموجودين فيه شركه ديار، بجريد ديار، وبيقولوا الحقيقة في كل دار كذب. هيدا غير هالشعار مستر شارل أيوب، وشركة النهضة يحولها لشركة إنتاج سينمائي. طيب ليه؟ طيب سؤال، أنا بدي أسألك سؤال، ليه أنت محتد هالقد بالدفاع عن الشخصيات اللبنانية مع أنه هو بيجي بسيرتك؟ يعني هو منه متهجم عليك؟ شو الحديث، دعارة العصر ودعارة استاذ شارل أيوب بهمه يعني ضحية من فترة 3 جماعة، كان عنده ضحية نزل فيها، وهلأ فكره أنه أنا يعملني الخروف هيد اللي بده يطعميه لحتى دبح يروح ينبش على غيري، لأن ما في شيء موضوع، كله كذب. أنا طالع على التلفزيون عم تتسجل هالحلقة، ما فيني أطلع معك وقول ما في سياسيين. طيب أنت بالمرة الماضية فيني ما في ملكة جمال، اليوم عم بتقلي في ملكة جمال. ما فيني أطلع سياسيين لبنانيين وتطلع بعد شوي أنه في سياسيين. أنا بكفلك إياها، ما في أي سياسي لبناني بكل قصتي. أنا قصتي بكان كل علاقتي مع أجانب، مع فنانين أجانب، مع مطربين أجانب، مع ممثلين أجانب، كنت أمنهم لأسرياء بحبوا يعدوا بوجود هالسليبرتيز. بدون ما نفوت بأسماء، ما كان في يروح فنانين لبنانيين وعرب على هذه السهرات؟ لا ما بحب. كيف لا إلي؟ لا أنا بقول لك ما بحب. كيف إلي لا؟ ما بحبهم. أنا بفترة 2003 بدون ما نسمي، أنا ما بدي سمي اسم هالشخص لأنه شخص عزيز، وأنا أكيد أنه يمكن إذا واحد بيشك بنفسه ما بيشك فيه. مش حضرتك الأسبوع الماضي قلت لي اتصل بالفنان الفلاني؟ 100%. بدون ما نقول اسمه. نعم. اتصل بالفنان الفلاني واسأله إنه لما كان يروح معي على هالحفلات شو كان يشوف هوني؟ هي مظبوط. طب كيف عم تقلي هلأ ما في فنانين؟ هذا الشخص ما أنا جايبه. لك طيب، ما كيف عم تقلي ما في فنانين؟ أنت هالشخص اللي عم تقلي عنه فيك تتصل فيه، هذا كان موجود بالسهرة. طيب. مطرب رقم واحد بلبنان موجود بالسهرة. أنت عم تقلي إذا أنا مشتغل. أنا عم بقول لك ما كان يروح فنانين لبنانيين وعرب على هالسهرات، تقول لي لا كلهم أجانب. لا أنا بس شفت هالشخص المطرب يقول لي أنا ما لي أي علاقة معه. ما لي أي علاقة، يعني مش أنا ولا جيب ولا شيء، بيعرف شخص إجا على الحفلة، شفته بالحفلة كان لبناني، أنا وقتها بجيب كل الأجانب، بقول لك أنا شغلي بجيب فنانين أجانب. هذا الشخص اللبناني إذا في 20 مطرب لبناني أنا ما قصدي. طيب. في شغلة ثانية كمان بين الأسبوع الماضي وهالأسبوع، الأسبوع الماضي قلت لي ما في ملكة جمال، نعم. اليوم أكدت إنه في ملكة جمال. في ملكة جمال، حضرت ملكة جمال، نعم. كانت بسهرة عادي يعني. طيب شو بروحوا يعملوا؟ دعيت بس بروحوا يعملوا. أنا عطيتكم فيلمين فيديو هلا رح تعرضون، هم مصورين وكثير يعني خطرين يطلعوا، بس فيهم شي صور حدا معروف لا عربيا او لبنانيا. عطيتك فيلم 3 دقائق وفيلم دقيقه، فيلم 3 دقائق على سهرات المعتصم الزافي يلي انا اتهموني فيها انه فيها قصص، 3 دقائق يلي بده يحضر هو بيقدر،
طيب انت بتشوف ممكن ألف شخص ثلاث دقائق مثل ما بدك وتجيب الفيلم يعني الامور الثانيه ما راح تكون مصوره. طيب هلا اذا بدك تتهمني على الشك انا اكلت، ما عم اتهمك انا يعني انا واجباتي نعم. انا واجباتي اسال الاسئله اللي بفهمك. فيها شك عظيم، بس انا وقتها بتجي بتقول لي شو بيصير بعدين وانا ما بكون موجود، انا ما يعني ما بقدر اشرح لك. بدي اسالك سؤال، انت قلت انه بتجيب ملكات جمال عارضات ازياء ان كانوا عربيات لبنانيات او حتى اجانب، طيب هو شو بيروحوا بيعملوا بالسهرة؟ انا عربيات ولبنانيات ما جايب ولا عارضه. مين كان ياخذون؟ كان يروحوا في ناس كانوا يروحوا. مين ما سمي لي؟ كانوا ينعزموا ديركت، بس مش انا عم بقول لك خلال تعاطي الاربع سنين ما في اسم لبناني انا عملت اتفاق معه طلعته بالطياره. طيب مين؟ كانوا يجوا يعني انا يعني وقت بينعمل طيب انا بدي اسالك سؤال. نعم. اليوم كمان في ورقه، اليوم اول ما صارت قصتك قالوا انه في دز عليك. نعم. انه رايحه دز عليك على من على السفاره الفرنسيه واحد، حضرتك من اول الناس اللي شكيت فيه، وانا بدك تقول لي لا، قل لي لا، بدك تقول لي ايه، قل لي ليه، شكيت بحدا عنده وكاله عرض ازياء هو نضال بشراوي. نعم. انه هو اللي قدم فيك هيدا الاخبار. نعم. مع هيدا البوليس الفرنسي. ايه. هيدا بيير بعدك بورترو. مصر انه نضال بشراوي. جيمس بوند السفاره الفرنسيه رقم تليفونه 007 بالاخر. ايه. اسمه بيير بورترو. ايه. انا عم فرجي كارت تابع للسفاره الفرنسيه بالتعاون مع هذا الشخص عمل في الدزي اللي اسمه انفورماجونس جوديسيير انفورماسيون. طيب شو بيخليك متاكد انه نضال بشراوي؟ لان عندي كل المستندات. وليه ما قضيته؟ مين قال لك المحكمه عند القاضي فوزي خميس؟ خليني اقول لك باردون شوي، المحكمه عند القاضي فوزي خميس اربع جلسات ما حدا حضر، ولا نضال ولا وكيله، ولا نضال ولا وكيله، اربع جلسات. هذا القانون بلبنان، اربع جلسات عند القاضي فوزي خميس ببعبدا ما حضر ولا نضال ولا وكيله مستر طوبيا. هذا هو انا تسمع علي الشرطه القضائيه بدك خبرك شو صار. هلا انا ماني انا ماني خليني خبرك دافع عن نزاهه القاضي فوزي خميس لانه مش ناطر شهادتي لهذا الموضوع. أوكي. يعني انا بدي خبرك شغله، قبل ما وصلنا بالمحكمه تسمع علي الشرطه القضائيه بذات نهار طلبني رئيس الشرطه القضائيه. نعم. تيسمع شو حكيت. طيب ليش يعني ليش نضال بده يوشي فيك؟ ليش نضال بده يوشي فيك؟ بساله هو بيعرف ليش، هو بيعرف لأن هو كان بكان، كان ياخد بنات عكان. سأله يعني عداوة كار بينك وبينه؟ عداوة كار ما بدك إيه سميه. أنا في دعوة بيني وبين نضال عند القاضي فوزي خميس أربع جلسات ما إجا. أنت كمل مين وراء أقوى، أنا طلعت حضور أربع جلسات عم بطلع معك قدام التلفزيون، خلي حدا يكذبني. نضال أربع جلسات ما قرب ولا هو ولا وكيله، مع أنه يتبلغ والقاضي يسأله تبلغ يفرجيه انه تبلغ في جلسة. طيب سؤال، البنات اللي كنت تاخذهم على السهرات شو كانوا يعملوا؟ هلا بتشوفون على الفيديو غير اللي تشوفون على الفيديو. انت عم تقول لي بنات، انا جايب كارمن الكترا، جايب ميغان فوكس، جايب ادريانا ليما. طيب شو كانوا يعملوا؟ لا هلا بتشوف شو هلا شو كانوا يعملوا. حط لنا شقفة من بليز، من حطوا شقفة تشوفوا شو حفلة خاصة، شو حفلته خاصة، شو حفلة خاصة على يخت، شو حفلة خاصة على هلا يحطوا في شيء شك، في شيء حضور، يعني كل شيء بتشوفه بموجودين هون. هاي مش حفلة خاصة. هاي شو هي؟ هيدي بكان، هيدا هو المعتصم الزيفي الله يرحمه، لابس أزرق. إيه. تفضل. هاي بالكالتون. طيب. هلا أنت عم تفرجينا هون، ما عم تفرجينا بعدين. هلا بتشوف بعدين. البعدين شو يعني بقصدك؟ بعدين كيف تخلص السهرة؟ إيه. وراح ذكرك بشيء قلت لي اياه من لما التقينا. نعم. قلت لي انا باخذهم تيحضروا هلا اللي هي بدها 100% تفتح على حسابها. انا ما بقدر امنعها. انا وظيفتي بتوقف على باب اليخت. انا وظيفتي جيب هالسليبرتي اقبض مصاري بيوصل على الباخره، انا ما لي اي علاقه بعدين. طيب والبنت اللي هون رش شامبانيا على العالم. هيدي يعني بس المهم هو الفيلم الثاني. طيب راح نشوف الفيلم الثاني بعد شوي، بس سؤال انه البنت اللي اعترفت عند الشرطه الفرنسيه. نعم. انه هي انجابت على اساس سهره وتم نوع من اغتصابها داخل لا داخل لا, لا 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 ما في منها هالخبر كله. انه جاي هي على اساس عرض ازياء وبعدين لقيت حالها في منها باردون شوي. هي هي سابرينا ساماري اسمها، فرنسويه عمرها 32 سنه، بوقت الحادثه كان عمرها 27 سنه. سابرينا ساماري اجت على الحفله وقالت انه انا اسكورت قبضت 1000 يورو في الليت. يا حي مذكورة عندك ولا صار لها شيء ولا اغتصبت ولا شيء. انا بكل ملف سيستوني ما في بنت عملت عليه جنسيه. انا هذا هو ملفي من 2007 ل 2008 5000 صفحه،
لو طيب. في صفحه انا كنت طيب طلعتني هونيك. ليش بدهم يحكموك 8 سنين اذا ما عندك؟ ليش ما بترجع لورا وبتقول وقت عملوا ملفي من 2007 و2008 وكان بين ايدين الفرنسيه ليش طلعوني؟ لان كل هودي هني ما طلعوا بلا طلعوني. هني بيقولوا انه تقريبا يعني بشيل احنا عندنا بلبنان مثل بسند كفالة او بسند اقامه لا تتابع المحاكمه وانت هربت برات البلد. هربت شو؟ طلعت من باريس شارل دي جول. انا كيف هربت؟ هلا بعد ست سنين عم يفتحوا. ليش اول قاضي عمل ملف خلال هذيك الفتره كنت تقدر تروح فيها على باريس؟ لا لا كيف يعني هذيك الفتره من 2008 يعني من وقت ما جيت من باريس لهون طلعت مره واحده. فيك تفوت على اوروبا؟ طلعت مره واحده. نعم طلعت مره واحده بزياره على امريكا، مرقت باريس، طلعت لوس انجلوس. بس سؤالي لك انه انا ملف انعمل 2007 2008 1700 صفحه على كل جزء. نعم. ليش اول قاضي شاف ما في شيء بديني وثاني قاضي حكمني باقصى عقوبه 8 سنين؟ ليه؟ لانه القضاء عندهم بياخذ وبيعطي. اول قاضي شاف ما في شيء، طلع قاضي هلا اسمه باتريك ارديد يهودي حكمني بثمان سنين. واذا بدك تعرف ليه؟ لان في مصاري انا لقطت معي وكان عليهم حجز احتياطي بالحكم، هلا بحق لهم هن ياخذوا المصاري. منين المصاري؟ بس انا بحب اقول لك هلا منين المصاري اللي لقطوها؟ مصاري كان يجي هالشخص. قديه كنت تاخذ على الحفله تقريبا؟ ما كنت اخذ، انا كنت مسؤول على الصرف. فردون شوي، انا كنت مسؤول على الصرف. هالزلمه كان يجي معه 5 مليون يورو كاش، انا كنت مستلم على كل شيء دفع. كان بده يستاجر يخت كان 350 الف يورو، اجاره 350 الف يورو. انا ماني جمعيه مار منصور، يعني انا باخذ كوميسيون على اجار يخوت واجار طيارات. قد ايه عامل مصاري منه؟ لا عامل مصاري يعني ماني جمعيه مار منصور اربع سنين عامل 20% على كل شيء عامله مش بيشتغل له. ما بخفي عليك، بس برجع بقول لك شغله وحده. وقت واحد بيستاجر يخت لجمعه 350 الف يورو بالجمعه، بده يجوا يفوتوني ب 50 يورو 100 يورو 1000 يورو البنت. ما انت عارف بزير فرنسا وبتشوف نسوانهم ورجالهم 50 يورو و30 يورو على الطريق. طب معقول وصلت انا ب 30 يورو 50 طيب. يورو يفوتوني؟ ليش حاولت تزج بالاول اسم كارلا بروني بعلاقه مع انا معتصم ما وبعدين رجعت طلعت منها وانسحبت منها؟ انت هذا تحليلك، بس انا ما فوت اسم. انا تحليلي انا ما بدي اعرف. في مجله كتبت الخبر نيس ماتان قالت انه سنه 2007 و2008 كانت قضيه سياسيه 100% لوجود اسم كارلا بروني بهالملف. سنه 2012 من بعد ما طلع الرئيس هولند باربع اشهر تم فتح الملف لحتى يطلعوا الاسامي يلي كانوا على علاقه بمعتصم القذافي. انا عم بقول لك شو كتبت نيس ماتان واعطيتك نسخه منها، مش انا قررت ولا شيء. انا خلال تعليقتي من 2003 ل 2007 ما عندي اي فكره عن الموضوع اذا بيعرفها او ما بيعرفها. انت ضحيه مين اليوم اذا بدنا نعتبرك ضحيه؟ بنقول لك ضحيه مين اليوم؟ قلت لك هذا فيلم فرنسي طويل، سيناريو لبناني، الممثلين لبنانيه واجانب، بس المونتاج انعمل ببيروت. وبعدني انا من خمس سنين استضفتني على الطاوله وقلت لك المونتاج انعمل ببيروت. طلعت على ال بي سي وعملت مؤتمر صحافي وقلت بيير بورترو له علاقه بقصتي. لهلا بعد ما اجاني انذار من السفاره الفرنسيه، لا بالعكس طلعوه من السفاره، صار هلا بليون ما بقى موظف سفاره. بيير بورترو له علاقه بقضيتي. القصه انكمشت ببيروت، حطوني ايكوت تليفونيك. من الايكوت تليفونيك اللي عم يتسمعوا علي عرفوا انه انا بعرف هالشخص. بينجو، عجبتهم القصه. عرفت كيف؟ عجبتهم انه القصه انه انا بعرف هالشخص. سوري انا معتصم. اوكي. عرفوا انه انا بعرف هالشخص، بينجو، كبرت الملف، كبروا لي القصه. وقتها تم توقيفي بلبلوها بوكالات الانباء والا اف بي والسي بي او الرويترز، ورجع بعد خمس سنين رجعت نمت. رجعوا هلا 67 مجله دوليه نزلوا الخبر. والنتيجه؟ النتيجه هلا انا عملت استئناف. نعم رح تطلع على باريس اكيد مجبور هلا بالاستئناف 30 ب 30 الشهر. بركي وقفوا. عملت عرض، عملت اعتراض على الحكم وفيك تشوفوه عندكم اياها انتم. في اعتراض على الحكم و30 الشهر تم قبول الاستئناف تبعولي. هلا قاضي جديد، محكمه جديده، كل شيء جديد، والحكم هذا 8 سنين لهلا بنعد. انا نشوف لقطات من الفيديو الثاني اللي كان هذا المهم. هذا هي الحفله يلي قبضت عليها بيقولوا مليون ونص. يتفضلوا يشوفوا هلا كلهم. هون كان بحضور انريكي اغليزياس. طيب بس ما هودي ما انت مصور ما انت عم تعمل استيستوني مثل القاضي باتريك ارديد انه هودي هني ايه. طب وبعدين 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 هيدي سهره مثل كل السهرات اللي بتصير. بس وقتها عم تعمل مثل القاضي. انا القاضي حكمني على الشك. نعم.
كان يراقبني من مطار نيس لليخت، باليخت كان ما بقى يقدر يشوف شو عم يصير. اتهمني انه هيدي هي الدعاره، هيدي هي اللي عم بعملها. طيب هيدا هي الدعاره حسب اللي نتصور، هيدا هو المعتصم الزيفي وهذا هو قاعد. طيب ليش لماذا لم يحاكم معتصم الزيفي؟ مين يا عمي انا فكرك لو الله يرحمه بعده عايش انا موجود عندك، مين كان اقوى حمايه كان لإلي؟ مين كان يسترجي كان؟ طيب لما كان عايش توقفت وطلعت؟ طلعت لانه هو عمل لك الواسطه. مش واسطه، مش واسطه، مش لانه بريء، مش واسطه، لانه هو حط لي اكبر محامي اسمه اريك دو بوموريتي يلي جبر شراك يبعث اعتذار لقضيه افير دوترو. اللي بيعرف المحاميه اللي عم يحضرونا بيعرفوا مين اريك، مين دو بوموريتي. دو بوموريتي هو محاميه 150 الف يورو اخذ علي، هو سوي عين لي. هلا انا المحاميه 6000 يورو اخذ حالي. طيب بيقولوا لي معنا اتصال مين؟ في معنى حدا بيقول انه صديقه المقرب لمعتصم القذافي، بتحب تتعرف عليه؟ خلينا نشوف بالاول، خلينا نعرف مين. الو الو، السلام عليكم استاذ طوني. وعليكم السلام، مين معي؟ استاذ انا ما فيني اقول لي اسمي، انا ليبي الجنسية طبعا. نعم. وما نقدر نقول اسمي لاسباب طبعا تعرف الوضع بليبيا. نعم. يا سيدي الفضل، تحية ليك وتحية للسيد الي المحترم. انا نعرفه شخصيا وهو بيعرفني شخصيا طبعا. يا اخي الي، يا اخي توني، الشهيد معتصم القذافي عمره ما يتدخل بهذه الاعمال المشينه. الرجل شهيد ومن العيب المسيء لانسان وهو عند المولى عز وجل. نعم. هذا اول شيء. اما بخصوص الاستاذ المحترم الي نحاس، فهو انسان ناجح ومحترم وذي صيت طيب. انا اعرفه شخصيا، والي نحاس انا تقابلت معه شيء 4 مرات بكان وبباريس، من نعم ومن اكرم الناس. هذه نقطة. هل العالم كله والناس كلها تحتفل وتعمل في حفلات؟ هل الإعلام سلط الضوء على الحفلات هذه لأنه فيها إلي نحاس الإنسان الناجح اللي سيطر بكل مكان الطيب، ولا لأنه فيها معتصم القذافي الإنسان المحترم الناجح؟ جاوبوني على هذا السؤال. عيب نفكر عن الناس وعيب نزور عن الناس. إلي نحاس بيني وبينها الله سبحانه وتعالى. هلا هو أنا ما بيعرفني أنا مين، بس أنا بعرف لو بشوفني بيعرفني، ولو بقول اسمي بيعرفني. تمام. وإنسان محترم جدا، وأنا نعرفه شخصيا بهذه الطريقة البشعة بيعتدوا على الناس. والقاعدة الثابتة تقول يا أستاذ طوني المحترم أن الإنسان الناجح دائما مستهدف من الحاقدين والحاسدين. أما بالنسبة لكارلا بروني زوجة السفيه لا مؤاخذة لإسمه ساركوزي، فهي بعد ما ابتدعت الحرب بليبيا ابتدوا يقولون انها كانت على علاقه بالشهيد البطل معتصم القذافي. كارلا بروني هذه كانت اتخذها ساركوزي كحجه من الحجج لتبرئه يديه من دم الليبيين. هذه نقطه. اما زي ما قلت لك بالنسبه للحفلات، العالم يحتفل، وقبل شوي حضرتك كنت حاط حفله اعتقد اذا كانت صحيحه او غلط لعبده الشيطان او غيره. عيب من العيب من العيب، رجل شهيد تحت التراب عند الله عز وجل من الاتهامات. والاستاذ الي نحاس انا نعرفه شخصيا من اشرف وانظف واحسن الناس تسلم بالوجود. طيب وهذا لحظه هو ما بيعرف، يعني هلا لو بقول اسمي هو بيعرفني، بس انا ما بعرف كرمال اهلي. ما بعرف مين عم يحكي، هو ما بعرف مين عم يحكي. بتعرفه. انا ما بعرف مين عم يحكي، ما بعرف يا استاذ طوني. يا استاذ الي انا بتشكرك، بتشكرك لو شو ما كان. بس يا استاذ الي، يا استاذ لو سمحت، استاذ الي اقسم بالله العلي العظيم ما معه خبر هو باتصالي هلا. اقسم بالله العظيم، بالله العظيم. خلاص صادق صادق يا استاذ طوني، انا بعرفك شخصيا وانت من نعمه واكرم الناس، مواضيعك دائما طيبه، بس من العيب جدا، مش من حضرتك انت، لا انت جايب لتوضح الصوره للعالم، وانا بشكرك جدا ونحترمك، بس ارجوك رجاء خاص، رجاء خاص، رجاء خاص، معتصم البطل تحت التراب عند الله يتحاسب. رجاء خاص، مواضيع هذه حساسة جدا. راعوا الحاجة صفية أمه، وراعوا أخته، وراعوا إخوانه. هذه نقطة. أما صحيح. بالنسبة للسيد إلي نحاس أنا أنا مستعد نكون معاه في أي مكان، نشهد معاه بالحق، لأنه هو إنسان نظيف وشريف ومحترم جدا 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 جدا. هذا أنا تصلت كرمال الحق أمام الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا أنا بدي أتشكر على اتصالك. دعونا نتواصل.